فهاد الشهر غادي نتكلموا على نبتة اللي عجبها السنة ديال كثيرة كثيرة بزاف كنستعملوها في المطبخ كناكلوها كنستعملوها كدواء والنساء كتستعملها كمادة ديال الجميل. هاد النبتة هاد العشبة هي الحلبة. فهاد الحلقة غادي نشوفوا اش من الفصيلة كتنتمي الحلبة، المكونات ديالها، الخصائص ديالها والاستعمالات ديالها، وغادي نمشيو عند الناس ديال الاختصاص وغادي نسولهم هاد الحلبة اللي كتستعمل بزاف وكلشي كيقول على انها عشبة مزيانة، واش يمكن تضرنا ولا لا؟ الحلبة هي عشبة نباتية غنية بعدة مكونات غذائية، دي فيتامين اي دي مينيرو. إلا بغينا نتكلموا على واش فيها فوائد ولا ما فيهاش فوائد، غنشوفوا المكونات الأساسية ديالها. ونبات نشيط بيولوجيا فهو سيف ذو حدين، الإنسان إذا ما استعملوش بالحيطة والحذر كيمكن يؤدي للوفاة. نفس المقدار مثلا يقدر واحد الجسم ديالو كيتجاوب معاه ويتفاعل معاه، واحد لا. هذا الموضوع غادي نشوفوه في عينك ميزانك مساء الاثنين على قناتكم دوزام.